طبعا عودة إليكم مشاهدينا الكرام من جديد عبر وقائع وأحداث الشوط الثاني من مباراة وفاق زغنغان واتحاد أحفير. الشوط الأول كما تابعنا وإياكم الذي انتهى هدفين مقابل هدف لصالح عناصر وفاق زغنغان، وكما شاهدنا أن نجم الشوط الأول بدون منازع هو الحكم ياسين أعنان الذي أخرج ثلاث بطاقات حمراء في شوط واحد، ولا زالت المباراة جارية، ربما ننتظر بطاقة حمراء أخرى في هذه المباراة. طبعا مشاهدينا نذكر واياكم بمباراة التي تلعب اليوم عن نفس الجولة، مباراة كانت قد لعبت البارحة السبت على الساعة الثالثة بين اتحاد دريوش وشباب اكليم الذي انتهت بفوز اتحاد دريوش، واليوم وفاق زغنغان واتحاد احفير في نفس الوقت جمعية جرادة حسنية الناظور نهضة شباب سلوان الذي يستقبل نجم ميدار، سيدي شباب سيدي ملوك الذي يستقبل الامل الوجدي، بينما نهضة السعيدية في استقبال شباب بني بوغافر. طبعا دخول جميع اللاعبين الى ارضيه الميدان من دون تغيير، ربما نفس عناصر الشوط الاول، تسع لاعبين من عناصر وفاق في مواجهه 10 لاعبين من طرف اتحاد احفير، بعد طردين لعناصر وفاق وطرد واحد لعناصر اتحاد احفير، في انتظار صفيره الحكم ياسين اعنان. صافرة بداية الشوط الثاني مشاهدينا الكرام كما عودناكم، نعود إليكم من جديد. طبعا تغيير في صفوف عناصر وفاق الرياضي، تعود لعناصر اتحاد أحفير من جديد على الجهة اليسرى، انطلاقة من جديد نعم عن طريق الدفاع زروقي أسامة، أسامة كيلعبها مع بن عودة وليد، وليد على الجهة اليمنى كيلعبها مع اللاعب أمين متلسي، حوار بين لاعبين من طرف وفاق الزنغان ولاعب اتحاد أحفير في آخر اللقطة التي شاهدنا على إثرها سقوط حسام حبيت على أرضية الميدان بعد التدخل الأخير من طرف وليد بن عودة. رمية تمس من تنفيذ سفيان شويتر على الجهة اليسرى، وفاقية من جديد والأفضلية لازالت لصالح عناصر وفاق. طبعا سفيان كلابة طويلة باتجاه عيسى، عيسى لحسام حبيتي، نبيل نبيل وحده خسرها، نبيل كترجع لي اللاعب بلا حلوات، حلوات طويلة باتجاه النهاري خالد، كيقطع اللاعب وليد بلارديش، وليد كيهدأ كيحافظ على كرته، كيخسرها وليد، كترجع عن طريق مصطفى، الحكم كيمنح أفضلية لعناصر الوفاق. ممتاز تعامل مصطفى مع الكرة في آخر لقطة الذي انتظر الخطأ من طرف الحكم، طبعا منح الخطأ لعناصر الوفاق والأفضلية تعود من جديد. ياسر الحايل كيلعبها طويلة باتجاه أمازيغ أو أحبتي، أحبتي سهلة للحارس السعيدي عز الدين، كترجع لعناصر اتحاد أحفير عن طريق اللاعب بن عودة، طويلة من بن عودة باتجاه خالد، خالد كيخسرها، كترجع عناصر وفاق سفيان شوية على الجهة اليسرى، كيلعبها لحسام أحبتي، لكن بن عودة وليد أسبق له، لا زالت لعناصر اتحاد أحفير. رمية تامس لعناصر اتحاد أحفير عن طريق اللاعب وليد بن عودة، اللاعب الذي يلعب على الرواق الأيمن كما نشاهد، تعود من جديد لا زالت لاتحاد أحفير عن طريق وليد بن عودة، الرمية تامس وليد كيلعبها مع اللاعب خالد النهاري، خالد كيخسرها، والرمية تامس لعناصر الوفاق من جديد، عادت الكرة لعناصر الوفاق، تنفيذ رمية تامس عن طريق سفيان شويتر، سفيان باتجاه حسام حبيتي، كيقطع عليه وليد بن عوده،
كترجع عن طريق عيسى الورياشي الرقم 17 عيسى كيمررها لنبيل. نبيل كيحافظ على كرته كينطلق نبيل لوليد بلارديش. وليد على الجهه اليمنى كيمررها مباشره لكن قطع الكره من طرف الهياوي محمد في اخر اللحظات عفوا عن طريق اللاعب تشي محمد الظهير الايسر لاتحاد احفير. كترجع وفاقيه الحكم كيعطي الافضليه لعناصر اتحاد احفير من جديد. رمية تماس كتعود لهياوي محمد. محمد طويلة لبن عودة وصلته كما ينبغي. بن عودة على الجهة اليسرى اليمنى عفوا بن عودة مع اللاعب اللاعب هياوي محمد طويلة باتجاه اللاعب أمين متلسي مع اللاعب سفيان شويتر. وكترجع وفاقية من جديد. رمية تماس لعناصر وفاق حداري سفيان شويتر. الحكم إخراج بطاقة صفراء عنده أسهل أمام عناصر الوفاق. حذاري من الوقوع في أي فخ. طبعا وفاق منقوص لاعبين وبالتالي أي تسرع من اللاعبين يساوي ربما الوفاق هو ما سيدفع ثمنه. أنا أتحدث عن الفريق ككل. أي لاعب سيتسرع هو سيتسرع تصرفات ربما بدائية سيدفع الثمن الفريق الزغرغاني وليس اللاعب بمفرده لأن الفريق يلعب مرقوس اللاعبين. ترجع لاتحاد أحفير عن طريق بن عودة كترجع لكن الحارس عبد الملك سهلة بين أحضانه يطلب تهدئة اللاعب كيلعبها مع مصطفى. الحكم كيعلن عن خطأ قبل ذلك كان قد أعلن عن خطأ عن طريق ياسر الحير هو الذي سيستعد التنفيذ. ياسر مع حمزة صديقي القائد الظاهر أمامكم في الصورة. حمزة صديقي كيلعبها طويلة باتجاه حسام أحبيتي. حسام كيوصلها لكن من دون أي متابعة سهلة بين أحجان حارس عز الدين كيلعبها مع اللاعب التلشي كيوصلها للاعب بلال حلوات من جديد عن طريق ياسر الحيل كيلعبها مباشرة للحارس عز الدين السعيدي. عز الدين لمحمد تلشي. التلشي عنده الكرة مع اليهياوي محمد. اليهياوي كينتظرها بن عودة. وليد بن عودة وصلته على الجهة اليمنى كيلعبها طويلة باتجاه النهاري خالد ما كتوصلوش بشكل مطلوب وبالتالي السيطرة وفاقية لكن عادت بسرعة لعناصر اتحاد احفير عن طريق الحارس عز الدين السعيدي. عز الدين كيلعبها مع التلشي محمد. التلشي كيلعبها طويلة باتجاه اللاعب امين متلسي ما وصلتوش كترجع لليهياوي محمد. محمد مع خالد نهاري كيقطعها اللاعب وليد بلارديش. وليد نبيل امازيغ ينطلق على الجهه اليمنى. نبيل لا زال يحافظ على كرته يصعد معه كل من عيسى الورياشي وسفيان شويتر الذي انطلق سريعا. سفيان نبيل لا زال يراوغ لا زال يحافظ على كرته لكن مرت الكره تعود عن طريق عيسى الورياشي. عيسى ينتظرها وليد وتصل للاعب ياسر الحيل. ياسر مباشره لمصطفى. مصطفى مع وليد بلارديش. وليد اللي كيلعبها داخل مربع العمليات لكن تدخل المدافع عبد المؤمن محمد. ركله ركنيه لعناصر الوفاق على يسار الحارس السعيدي عز الدين. مصطفى ينبري لتنفيذ الركله الركنيه. اول ركله ركنيه لعناصر الوفاق في الشوط الثاني. الطويله مرفوعه لكنها مرت جانبيه عن طريق اللاعب ياسر الحيل اللاعب رقم 12 الذي ساعد ونفذ الضربه الراسيه لكنها مرت جانبيه. متلسي مع حسام كيقطعها الورياشي. الحكم يطلب ايقاف اللاعب. كيرجع الافضليه لعناصر اتحاد احفير من جديد. اليهياوي محمد كيحافظ على كرته كترجع لبن عودة. وليد اللاعب رقم 8 وليد مع متلسي. المتلسي عنده الكره
امين كيمررها من جديد لليهياوي محمد. محمد طويله باتجاه التلشي كيقطعها اللاعب وليد بلارديش، كترجع من جديد والحكم يوقف اللاعب، يمنح الافضليه للفرقه الوفاقيه. نعم من جديد يسير الحيل، طبعا في حوار بينه وبين الحارس عبد الملك. يسير كيلعبها طويله باتجاه حسام حبيتي، بالراس ملتزم الحسام لكن المتابعه غائبه من طرف عيسى ورياشي، كترجع ليه عناصر عاد حفير. المتلصي كيستلمها كما ينبغي، كيرجعها للاعب زروقي اسامه، اسامه ليهياوي محمد الرقم خمسة. محمد كيرجعها لبن عودة وليد، وليد وليد لا زالت الكرة مع وليد، وليد يرجع للخلف تماما للاعب زروقي أسامة، أسامة ليهياوي محمد، محمد وطويلة باتجاه تشيلسي، تشيلسي كيلعبها طويلة للاعب خالد نهاري ما وصلتوش، لا زالت الاتحاد أحفير. طويلة من طرف اللاعب ليهياوي محمد، كيسترجعه لاعب الوفاق سرع عن طريق مصطفى بكوري، مصطفى لنبيل امازيغ، يتريد نبيل ترجع من جديد لمصطفى، لاعبين فقط ضد أربعة لاعبين أو خمسة كما نشاهد. يمر ممتاز اللاعب مصطفى والحكم يمنح خطأ لعناصر الوفاق بعد آخر تدخل في حق عناصر الوفاق وفي حق مصطفى بكوري. عن طريق نعم الخطأ عن طريق عبد المؤمن اللي ارتكب الخطأ ضد مصطفى، وبالتالي ضربة خطأ ستلعب مرفوعة باتجاه الرؤوس عن طريق سفيان أو نبيل أمازيغ. ننتظر سفيان أو نبيل، واحد منهم سيتولى التوزيع والآخر والبقية ستكون على المهاجمين والمدافع ياسر الحي الذي ساعده هو الآخر. نبيل كيلعبها مرفوعة ولكن مقطوعة، لا زالت مستمرة عن طريق مصطفى، مصطفى كيسدد لكن الكرة خارج أرضية الميدان، ركنية الحكم أعلن عنها رمية تمس رغم أن الكرة ارتتمت باللاعب المتلسي قبل أن تغادر أرضية الملعب. طبعا الحكم ومن معه أعلم. تعود من جديد عن طريق بن عودة، بن عودة كيقطعها حمزة الصديقي، ممتاز حمزة، حمزة لحسام ما وصلتوش، حسام كينتظر الكرة، يجب أن يخرج الكرة بنفسه ولا ينتظر أن تصله الكرة. تعود من جديد نبيل أمازيغ يحافظ على كرته على مستوى وسط الميدان، نبيل ينطلق، نبيل معاه اللاعب خالد الأنهاري، خالد ترجع عن طريق والعارضة تسديدة عيسى الورياشي كما شاهدنا وإياكم التي ارتسمت بالعارضة، التسديدة ممتازة وخطيرة مستحيل أن يتصدى لها الحارس عز الدين السعيدي، لكن القائم كان واقف مع الحارس، التصدى نيابة عن الحارس الذي كان غائب في هذه اللقطة. القائم وقف معك يا عز الدين، سنرى سيقف معك في قادم اللحظات. زروقي أسامة ليهياوي محمد على مستوى وسط الميدان، محمد لبن عودة وليد، وليد بن عودة، وليد ومعه عيسى الورياشي، عيسى حذاري من الوقوع في الأخطاء. تعود من جديد عن طريق زروقي، زروقي الكرة نزلت مع عبد المؤمن، عبد المؤمن طويلة باتجاه متلصي وقاطع الكرة من طرف حمزة الصديقي، وبالتالي مصطفى كيشتتها، نزلت يسير الحير لم يحسن التعامل مع الكرة. تعود من جديد هجمة حداري لكن ممتاز مصطفى، تدخل في الوقت المناسب مصطفى، التغطية ممتازة، مصطفى طبعا يدافع ويهاجم ويلعب في الوسط، يفعل كل شيء هذا اللاعب ممتاز، بالتوفيق لهذا اللاعب في مساره الكروي.
تعود على ستعد أحفير عبد محمد اليهيوي بن عودة وليد بن عودة باتجاه اللاعب بيل الحلوات، ولكن تسلل في آخر لقطة يعلن عنه الحكم المساعد عبد الحكيم الخالدي. تعود الكرة لعناصر الوفاق من جديد، وقوع الحارس، ماذا نشاهد هنا؟ الحارس عبد الملك وقع على أرضية الميدان، الحارس الذي دخل كبديل مكان أيوب أشليخ. وصل يا عبد الملك حتى لو أنت مصاب. الوفاق أجل تغيير، لا داعي للمخاطرة بتغييرات أخرى، يجب الاستفادة بتغيير مكان تغيير مركز بمركز من أجل تسيير المباراة نحو النهاية بنقاط ثلاث كاملة مكمولة من دون أي نقصان. حمزة الصديقي كيلعب مع مصطفى لازال كيمررها مباشرة لسفيان شويتر، سفيان طويلة باتجاه حسام، ممتازة التمريرة لحسام، لكن حسام لم يحسن التعامل مع الكرة عن طريق عبد المؤمن اللي كيرسلها خارج أرضية الميدان. طبعا مشاهدينا الوفاق الان وبهذه النتيجة يرتفع رصيده الى 8 نقاط في انتظار نهاية المباراة بفوز الوفاق لاكتمال هذه النقاط، بينما اتحاد احفير يتجمد رصيده عند نقطتين لازال. نرى نرفز بين عناصر اتحاد احفير يخرجون منها بسلام، الحكم يوقف اللعب، يعيد الكرة في الخلف لأسامة زروق. أسامة زروق كيلعبها مع محمد اليهيوي، محمد لابن عودة وليد على الجهة اليمنى كيرجع للخلف تماما على مستوى وسط الميدان، تصل الكرة طويلة تصل للاعب النهاري خالد، رمية تمس لعناصر ضربة خطأ كما شاهدها الحكم لعناصر اتحاد احفير. تعود من جديد في انتظار إشارة الحكم للتنفيذ عن طريق وليد بن عودة. وليد على يسار الحارس عبد الملك كيلعبها مرفوعة طويلة، وحمزة الصديقي ممتاز، لا زالت وفاقية نبيل لم يصلها في الوقت المناسب، وبالتالي عادت للاعب عبد المؤمن محمد لا زالت مستمرة للتلشي محمد يسقط على هذه الميدان، الحكم يطلب مواصلة اللعب، ما فيش أي خطأ. مصطفى طويلة لكن أحبتي لا زال متأخر لم يصلها. تعود لعناصر اتحاد أحفير عن طريق اللاعب أسامة الزروقي، أسامة كيمرها لهياوي محمد طويلة باتجاه النهاري خالد، ما وصلتش، لا زال يضغط لكن معاه ياسر الحيل كينتزعها منه وبدون أي خطأ، ممتاز ياسر باتجاه حسام طويلة لكن اللاعب زروقي أسامة كيقطعها في الوقت المناسب يتدخل. طبعا شاهدنا تغيير واحد في هذه المباريات، تغييرين، واحد اضطراري لعناصر الوفاق على مستوى مركز حراسة المرمى، أما التغيير الثاني فهو لاتحاد أحفير في أواخر دقائق الشوط الأول، دخول اللاعب شغلال بأيوب اللاعب رقم 15 الواضح أمامكم في الصورة. تعود من جديد عبد المؤمن محمد كيحافظ على كرته من جديد طويلة باتجاه بن عودة وليد كتوصل للاعب النهاري خالد كيمر، لكن التغطية ممتازة من حمزة الصديقي، حمزة بين أقدام اللاعب نهاري خالد، لكن عيسى كيسترجعها مباشرة بعد ما خسرها. مصطفى ممتاز المرور، ممتاز من مصطفى، حسام حداري ينطلق، حسام انتظر صعود لاعب يا حسام تضيعها مباشرة، ماذا بك أنت يا حسام في مع هذه الكرات؟ غالبا ما تتسرع.
طبعا كما نشاهد حسام ينطلق مباشرة لكن من دون أي فائدة، يجد نفسه محاصر أمام لاعبين أو ثلاثة وبالتالي يخسر الكرة. تعود من جديد محمد اليحيوي يلعبها مباشرة لشتل تلشي عفوا رمية تمس لعناصر اتحاد أحفير عن طريق تلشي كينفذها مباشرة مع اليحيوي. اليحيوي محمد كيحافظ على كرته طويلة باتجاه اللاعب النهاري خالد. خالد كيمرر حجاري يا حمزة الصديق حجاري. الحكم يقول ولا شيء في هذه اللقطة. طبعا خطأ يشير إليه الحكم ياسين أعنان. التغيير الثاني لعناصر اتحاد أحفير كما نشاهد. العرابتي زكريا يستعد للدخول إلى أرضية الميدان. طبعا هذا هو التغيير الثاني لعناصر اتحاد أحفير. لنشاهد من سيخرج مكان اللاعب، من سيترك مكانه للاعب الغرابتي زكريا. اللاعب أمين مطلسي يغادر أرضية الميدان ويترك مكانه للاعب الغرابتي زكريا. التغيير الثاني لعناصر اتحاد أحفير في هذه المباراة. النتيجة لا زالت كما كانت ولا زالت هدفين مقابل هدف لصالح الوفاق الزنغاني. نعم ضربة خطأ من مكان قريب من مرمى الحارس عبد الملك، مكان ربما خطير كما نشاهد. التنفيذ عن طريق اليحيوي محمد او التلشي. اليحيوي والتلشي واحد منهم هو من سيسدد على يمين على يسار الحارس عبد الملك كيسددها مباشرة، لكن الحارس ممتاز عبد الملك في المكان المناسب. طبعا اخر محاولة عن طريق الركلة الحرة المباشرة التي سيطر عليها الحارس عبد الملك ببراعة طويلة على سير الوفاق. الحكم يوقف اللعب يعلن عن ضربة خطأ لصالح عناصر الوفاق. طبعا النتيجة هدفين مقابل هدف مشاهدينا الكرام، لا زالت كما كانت لصالح عناصر الوفاق هدفين مقابل هدف. ضربة خطأ لصالح عناصر الوفاق. ياسر الحائر كيستعد لتنفيذها، سيسددها مباشرة ياسر. ياسر ترتدم بأحد المدافعين. الحكم كيعلن عن ضربة خطأ أخرى بعدما صدمت في يد اللاعب أمين اللاعب بلال حلوات. ضربة خطأ لعناصر الوفاق تعود من جديد. هذه المرة المكان أقرب من المكان الذي مر على يمين الحارس السعيدي يا مصطفى. مصطفى هل سيسدد مباشرة أم سيرفعها؟ ننتظر رأيكم. إشارة الحكم بالتنفيذ. الحكم ياسر عنان نجم المقابلة بدون منازع كما نشاهد. مصطفى والحارس في المكان المناسب كان ينتظرها. تسديدة ممتازة من مصطفى لكن كانت سهلة للحارس السعيدي عز الدين بن عودة وليد. كرة طويلة باتجاه اللاعب
الذي دخل قبل لحظات. الغرابتي زكريا اليهياوي محمد كيلعب باتجاه النهاري. النهاري وسفيان. النهاري لا زال يحافظ على كرته لكن سفيان ممتاز، لا زالت مستمرة وفاقية. سفيان ينطلق على المرور من طريق سفيان، ممتاز المرور لكن لم تكتمل، ولكن بالرغم من ذلك لا زالت عناصر وفاق. ممتاز هذا اللاعب الواضح أمامكم في الصورة. سفيان شويتر مهاري وهجومي ودفاعي، طبعا ظهير ايسر عصري بامتياز. مصطفى يستعيدها، ترجع عن طريق وليد بلارديش. وليد ينطلق، لا زال ينتظر يحافظ على كوته. ترجع من جديد نبيل امازيغ كي تحصل على رمية تمس. مصطفى كينفدها باتجاه وليد لكن التغطية من الترشي محمد. كترجع العناصر وفق عن طريق مصطفى لحمزة صديقي. حمزة للاعب سفيان شويتر. سفيان ممتاز هذا المرور، يا سفيان يتقدم في الوسط. سفيان لا زالت الانطلاقة من طرف سفيان، يتحصل على خطأ بطريقة ممتازة. سفيان يلعبها بسرعة اللاعب حمزة صديقي لنبيل أمازيغ. نبيل الذي ينطلق لكن يضيعها أمام اللاعب شغلان أيوب. يستعدها عيسى الورياشي. عيسى ينطلق، سدد يا عيسى. الحكم يعلن عن خطأ لصالح عناصر الوفاق من مكان قريب بعد الاتكاك الأخير بين اليحيوي محمد واللاعب عيسى الورياشي. ننتظر وإياكم استئناف اللعب. طبعا كما نلاحظ المدرب يحتج على الحكم، المدرب عبد الله اليعقوبي كما شاهدنا في اخر لقطه في احتجاجه على الحكم ياسين اعنان. الحكم في حوار مع مساعده عبد الحكيم خالدي. ننتظر وإياكم استئناف اللاعب من جديد مشاهدينا الكرام، والحكم في يتوجه إلى اللاعبين عبر آخر كرة كما شاهدنا احتكاك بين عيسى الورياشي واللاعب عبد المؤمن محمد. بعدما تحصل عيسى الورياشي على خطأ قريب من مرمى الحارس السعيدي عز الدين، فسنشاهد هدف مشابه لهدف اللاعب الورياشي الورياشي زكريا الذي غادر ببطاقة حمراء الذي سجل هدف ممتاز في الشوط الأول. هدف تقدم كان عن طريق ركلة حرة مباشرة هو الآخر أيضا. فهل سنشاهد هدف آخر ربما؟
بعدما شاهدنا الأول عن طريق زكريا الورياشي الذي كان ممتاز عن طريق نفس اللقطة ركلة حرة مباشرة وربما من نفس المكان تقريبا. مصطفى ونبيل واحد منهم هو من سيسدد. الحكم في حوار مع لاعبي اتحاد حفير يطلب منهم احترام مسافة الحائط. طبعا تشجيعات مستمرة من اجل الهدف الثالث وتأمين الانتصار. مصطفى ونبيل انا اقترح تمرير للاعب زكريا للاعب عيسى وهو يسدد. مرر لعيسى لكي يسدد. مرر مصطفى ينطلق يسدد لكنها مرت قريبة من المرمى فوق العارضة الأفقية. الكرة محاجية للقائمة عن طريق مصطفى. محاولة خطيرة لعناصر الوفاق تعود من جديد لاتحاد حفير. بن عودة وليد وليد بن عودة مباشرة للاعب الشمناني والحارس عبد الملك في المكان المناسب. الحكم يتدخل يطلب ايقاف اللاعب لاسعاف اللاعبين الحارس عبد الملك واللاعب الغربتي زكريا في اخر لقطة. عفوا شغلال ايوب. طبعا الحكم منح ركله ركنيه لعناصر الوفاق لعناصر عفوا اتحاد حفير. على يسار الحارس عبد الملك الواقع على ارضيه الميدان امامكم. تنفيذ الضربة الركنية مباشرة طويلة مرت سلامات على مرمى عبد الملك بعد رأسية اللاعب العراس الزروقي أسامة. ضربة مرمى لعناصر وفاق من جديد. ياسر الحايل كيلعبها طويلة مباشرة باتجاه حسام احبيتي. حسام وصلته ولكن تعود لعناصر اتحاد حفير عن طريق اللاعب التالشي. يسترجع اللاعب عيسى ورياشي. عيسى باتجاه نبيل. نبيل على الجهة اليمنى معاه اللاعب بلرديش وليد. نبيل يرجع بالخلف تماما للاعب ياسر. ياسر كيلعب مع نبيل كيقطع اللاعب النهاري خالد. خالد وكيرجع نبيل مباشرة لكن الكرة خارج أرضية الميدان. رمية تماس لعناصر اتحاد حفير وللاعب بن عودة كيلعبها مباشرة من دون أي انتظار مع الحارس السعيدي. كيمررها للاعب والقائد عبد المؤمن محمد. محمد مع التلجي. التلجي كيلعبها طويلة باتجاه ولكن الحارس تصلها سهلة. خذ وقتك يا عبد الملك. تعود من جديد حسام احبيتي. رمية لمسة يد من طرف اللاعب عبد المؤمن. الحكم طلب مواصلة اللاعب من دون حتى الايقاف لاطمئنان على حسام احبيتي. طويلة باتجاه تعود من جديد.
بن عودة وليد كيسترجع سفيان شويتر. سفيان التمرير ممتاز للاعب عيسى الورياشي. عيسى تمريرته خاطئة كيسترجعها بن عودة وليد. وليد مع اللاعب زرق أسامة. طبعا اللاعب وقع على أرضية الميدان. غياب الروح الرياضية تماما في هذه المقابلة. اللاعب وقع على أرضية الميدان واللاعب لا زال مستمر. والحكم يطلب بمواصلة اللاعب من دون أي تدخل. اليهياوي محمد الطويلة باتجاه التلشي. التلشي حضر يا عبد الملك لكن تخرج الكرة خارج أرضية الميدان. سلامات. الحكم يمنح لك ركنية. طبعا اللاعب ساقط أمامكم حسام حبيبتي. ينهض من جديد. ركلة ركنية لعناصر اتحاد تحفير على يسار الحارس عبد الملك من تنفيذ اللاعب التلشي محمد. التلشي انتظار إشارة الحكم بالتنفيذ. التلشي الحكم لا زال في حوار مع اللاعبين. الحكم لا زال يبحث عن ضحية أخرى في هذه المباراة. التلشي كلعبها طويلة مباشرة باتجاه الرؤوس رأسية اللاعب أسامة زرق. لا زالت معنا ستعد أحفير والكرة خارج أرضية الميدان. تعود لعبد الملك وضربة مرمى للفرقة الوفاقية. طبعا يسير الحائر دائما على التنفيذ. يسير كلعبات طويلة باتجاه اللاعب عيسى الورياشي. يستلمها عيسى ترجع لمصطفى. مصطفى يستخلصها منه عفوا اللاعب عبد اليهياوي محمد. لكن يسير يا اللاعب مصطفى البكوري يتحصل على بطاقة صفراء بعد آخر لعبة بينه وبين اليهياوي محمد. ضربة خطأ على من وسط الميدان لعناصر اتحاد أحفير من تنفيذ اليهياوي محمد إلى جانب كل من زرق أسامة وعبد المؤمن. اليحياوي طويلة باتجاه التلشي ولكن بالمنصد حمزة الصديقي يبعدها. ترجع لعناصر اتحاد أحفير عن طريق النهاري خالد. كترجع لليحياوي محمد. محمد كلعبة طويلة باتجاه الغرابتي زكريا لكن من دون أي جدوى. التصدي دائما من حمزة الصديقي. طبعا ميلو الدار يستعد لأول لثاني تغيير بإقحام اللاعب علي الأيوبي. رمية التماس لعناصر اتحاد أحفير. بن عودة كلعبة طويلة مع عبد المؤمن. عبد المؤمن لا زالت معه طويلة باتجاه الغرابتي زكريا وخاطئ بين الغرابتي ويسير الحايل. خطأ لصالح ياسين بعد آخر احتكاك بينه وبين الغرابتي زكريا. بينما في الجهة الأخرى اللاعب علي الأيوبي يستعد للدخول إلى أرضية الميدان وتاني التغيير لعناصر الوفاق. طبعا ودائما الوفاق يلعب مرقوص لاعبين بينما اتحاد أحفير يلعب بعشرة لاعبين. لاتجاه اللاعب الورياش عيسى. عيسى لكن الحارس السعيدي كيلعبها طويلة مع لاعب عبد المؤمن والقائد.
ترجع لبن عودة، بن عودة للاعب اليحيوي، اليحيوي في مستوى على مستوى وسط الميدان، كينطلق طويلة باتجاه اللاعب النهاري، النهاري لكن العميد فريق الوفاق الزنغاني حمزة الصديقي في المكان المناسب إلى خارج أرضية الميدان. رامية تامس لتعدى حفيد تلعب مباشرة سريعة ترجع لليحيوي، اليحيوي يمر حداري اللاعب الغرابتي، حداري من التسديد لكن تسديدة اللاعب زكريا الغرابتي عفوا الشغلالي أيوب مرت بعيدة على مرمى الحارس عبد الملك، والنتيجة دائما ولا زالت هدفين مقابل هدف لعناصر الوفاق. التغيير الحكم لم يرى أن هنالك تغيير ربما، وبالتالي لم يعطي الإشارة للتغيير. عن طريق عيد الوفاق حمزة الصديقي اتجاه الورياشي، الورياشي كان ينتظرها لكن مقطوعة من طرف اللاعب الشغل الأيوب باتجاه حسام حبيتي، حسام لكن الحارس هو الأول السعيد عز الدين. الحكم يمنح الأفضلية للحارس، وبالتالي عودة الكرة اليحيوي طويلة باتجاه اللاعب الغرابتي زكريا وخروج عبد الملك، ممتاز تدخل الحارس. طبعا اتحاد احفير بهذه الهزيمة يتكبد هذه الهزيمة ويتجمد رصيده في نقطتين في مؤخرة الترتيب. تعود من جديد عن طريق اللاعب التلجي، التلجي محمد كيلعب مع اليحيوي مباشرة، اليحيوي للاعب بن عودة وصلته كما ينبغي، بن عودة طلبها ها هي وصلته، تعود لليحيوي، اليحيوي سيلعبها مباشرة مباشرة لكن يسير بن مرصاد. رمية التماس لعناصر احفر من جديد، والنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفرقة الوفاقية. القائد حمزة الصديقي يقاتل من أجل كرته، لازال يقاتل لكن تعود من جديد للاعب شغلال أيوب، أيوب شغلال كينطلق مع حمزة الصديقي، الحكم كيعطي الأفضلية لحمزة، خطأ ليس لعناصر الوفاق. طبعا قائد الوفاق في التنفيذ كما نلاحظ حمزة الصديقي، الصديقي كيلعبها طويلة باتجاه حسام حبيتي ونبيل أمازيغ، يوصل حسام ممتاز، حسام انطلق يا حسام لكنها طالت على حسام والحارس يحتج على الحكم عز الدين السعيدي لأنه أحس بخطورة هذه الكرة ربما نوعا ما. طبعا نهضة سلوان حاليا منتصر على المتصدر نجم ميدار، هذا الانتصار في صالح الوفاق لأنه سيفقد نجم ميدار نقاط أخرى. عموما نجم ميدار يا متأخر أمام نهضة سلوان. نعود لمباراتنا التي وهي الوفاق واتحاد احفير، اليحيوي محمد كيلعبها طويله باتجاه اللاعب نهاري خالد، خالد وشويتر معاه ممتاز، سفيان سفيان ممتاز يقطعها، تعود للاعب اللاعب بن عوده وليد، بن عوده لليحيوي من جديد، اليحيوي ومصطفى ممتاز مصطفى لكن كيسترجعها وليد بسرعه، نبيل يقوم بالضغط يمر من امامه زروقي اسامه، اسامه للاعب التلجي، التلجي للاعب بلال حلوات، بلال بلال يمر لكن معاه لاعبين مره من الاول لكن حمزه والقائد صديقي بالراس، حسام يشتت الكره ممتازه من طرف حسام، تعود للاعب عبد المؤمن والقائد، طبعا القائد كلعبة طويلة باتجاه العربتي زكريا،
تسهيل سهلة للحارس عبد الملك الذي يأخذ كامل وقته. طبعا الحارس نفذ مباشرة باتجاه الورياشي عيسى، لم تصل مقطوعة من طرف اللاعب عبد المؤمن محمد. محمد يستمر القائد معها بالعودة، ولكن يفضل مرنها مقطوعة من سفيان. ينطلق سفيان، معك نبيل، نبيل معك مصطفى لوحده، انطلاقة وفقية مصطفى على جهة اليسرى، نعم ومعها سفيان، والهدف الوفاقي من جديد، هدف وفاقي، نعم ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح عناصر الوفاق من توقيع اللاعب والاسم المقابلة سفيان شويتر. كما شاهدنا انطلاقة ممتازة من سفيان، اللعبة بدأت من سفيان، بعدها لمصطفى، مصطفى الذي انطلق بعد تمريرة من نبيل أمازيغ، وبعد ذلك توغل لوحده داخل منطقة الجزاء ممررا الكرة لسفيان شويتر الذي أعلن عن الهدف الثالث لصالح عناصر الوفاق الرياضي. طبعا التحية الجماهيرية للاعبين على قتاليتهم في هذه المباراة. طبعا التغيير الثاني لعناصر الوفاق، دخول علي الايوبي ومغادرة حسام احبتي. علي الايوبي اللي كيدخل مركز قلب الهجوم، اللاعب رقم 14. والنتيجة مشاهدينا الكرام تتغير من جديد، لكن عناصر الوفاق لازالت ثلاثية مقابل هدف. بن عودة وليد، وليد بن عودة يحافظ على كرته، ولكن نبيل يستعيدها، نبيل، نبيل مع اللاعب التلشي، التلشي كيخسرها، مصطفى يستعيدها معه نبيل، تريلت يا مصطفى، هدأ من روعك، انطلاقة علي الأيوبي، هو علي لوحده، علي، نعم، مصطفى معه علي الأيوبي، مصطفى كيمرر للاعب بلارديش، اللاعب بلارديش لم يستطع من التسجيل، لكن تعود الوفاقية من جديد. تابعنا وإياكم آخر محاولة كانت سهلة بين أحدان الحارس عز الدين السعيدي. تعود على ست عد أفير، خطأ من طرف أيوب علي الأيوبي على اللاعب اليحيوي محمد. اليحيوي كيلعبها لبن عودة وليد، يلعبها مباشرة باتجاه الغرابتي زكريا، لم تصله باتجاه نبيل أمازيغ، نبيل يحافظ لكن يستعيدها بسرعة عبد المؤمن، طويلة لكن ياسين يبعدها ممتاز الإبعاد عن طريق ياسين، مصطفى من جديد، علي الأيوبي، انطلاقة علي، لازالت وفاقية، يسلها علي، يتريث علي، يمر، ممتاز المرور من علي، لنبيل يهدئ اللاعب، نبيل لازال يحافظ على كرته، معلش يا نبيل معلش، واصل اللاعب قتل من أجل كرتك يا نبيل، أنت الآن متقدم بثلاثية، وبالتالي ركز في المباراة. مصطفى يستعيدها، الضغط وفاقي. طبعا كما نشاهد بالرغم من تقدم عناصر الوفاق فانهم لا زالوا يضغطون، لا يتكتلون في الخلف، يلعبون باسلوب هجومي كما نشاهد، تجدونهم كثيرا ما يضغطون على الحامل الكره. وهو نبيل أمازيغ من جديد، عفوا الورياش عيسى، عيسى كي يسترجع اليحيوي محمد، معاه الورياش يقوم بالضغط، كترجع لعبد المؤمن، عبد المؤمن من جديد، طويلة باتجاه زكريا الغربتي، واللاعب النهاري خالد، لكن ممتاز الحارس عبد الملك، كيلعب مع سفيان، هذا اللاعب سفيان الذي أعطيه نجم المقابلة علي الأيوبي، كينطلق معه واحد يمر من علي.
علي ايوبي، علي لازال يحافظ على كرته، معاه اللاعب والقائد العراسي. طبعا تعود من جديد عبد المؤمن، عبد المؤمن امام مصطفى، ترجع لامازيغ، امازيغ لمصطفى ذكوري، مصطفى يمر وتسديده لا تعود للورياشي ينطلق، لكنها ربما مصطفى ربما بن عيسى الورياشي سبق الكره اكثر من المطلوب. يستعيد نبيل، نبيل امازيغ يمررها لعلي الايوبي، علي يحافظ على كرته، يا علي ممتاز وتسديد مرة وحادية للقائم. ممتاز عناصر الوفاق ممتازين بالرغم من تأخرهم بلاعبين مرقوسين، لكن يحسسونك أنهم يلعبون بأحد عشر لاعب، بينما كما نلاحظ العكس، اتحاد أحفر الذي متفوق بعدد لاعبين يظهر أنه هو الذي يلعب مرقوس اللاعبين. طبعا تغيير ثالث لعناصر الوفاق، دخول اللاعب مشطر ياسين مكان اللاعب نبيل امازيغ، ودخول اللاعب رقم سبعة والشاتي بلال في صفوف اتحاد احفير. التغيير الرابع لعناصر اتحاد احفير، وعفوا الثالث، ونفس العدد لعناصر الوفاق، ثلاث تغييرات مقابل ثلاث تغييرات. ممتاز سفيان في التغطية الدفاعية، رمية تماس لعناصر اتحاد احفير عن طريق اللاعب النهاري خالد، خالد مع بن عودة وليد، وليد باتجاه الغرب تزكريا، كيستعدها اللاعب الذي دخل مباشرة قبل قليل، والشاطي بلال الذي سدد مباشرة، لكن كرة مرت من دون أي تهديد على مرمى الحارس عبد الملك. القائد حمزة صديقي على التنفيذ، حمزة مباشرة باتجاه اللاعب ياشي، والحكم يعلن عن نهاية المباراة بانتصار الوفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، فوز مستحق لعناصر الوفاق رغم أنه لعب منقوص لاعبين. والمباراة طبعا نجم هذه المقابلة هو الحكم ياسين أعنان، صاحب ثلاث بطاقة حمراء في هذه المقابلة. وطبعا نوجه الشكر لجميع متابعينا، شكرا على حسن المتابعة في خادم المباريات.